أول شيء هنتكلم النهاردة على ميس بين، وكل يعرف مين هو مستر بين. الشخص ده هو دم وشربات، فأنا بجيب لك بقى أشياء كوميدية عشان تحب اللغة وتعشقها وما تنسهاش، لأن الكوميديا بتسيب في نفسك أثر، مش شيء كده دراما وتقعد تعيط. لا، بجيب لك أشياء من الكوميديا عشان يبقى الدرس دمه خفيف. الله. الشيء التاني برضو ان انت الان مستر بين ده بيشتغل الان في، زي ما انتم شايفين الان في المشهد، هو بيشتغل ايه بقى؟ جاي يشتغل كده، هو يحرس كلب عند ناس اغنياء، والناس الاغنياء بيقولوا له خلي بالك عندنا اشياء هنا غنيه واشياء غاليه يعني، فحافظ عليها لان الاشياء دي لا تقدر بمال. فهو هيخرب الدنيا وهيعمل جرائم، بس هنشوف الآن المشهد وهتخمن ايه اللي حصل وهترد في التعليقات. يس، زي ما تشوفت في المشهد الباب ماله، ايه اللي حصل له؟ اتحشر، ما زي ما تقول كده الكورة لزقت فيه. فعايز اقول الباب اتحشر، اقولها ازاي بقى؟ هجيب لك الان المشهد من تاني والسؤال، وحاول تختار اي اجابة فيهم بناء على المشهد اللي شفته. يس، ويت مور، ويت فور مور. زي ما انت شايف مستر بين دخل مع النحلة، ولكن الباب اتحشر، لا بيتحرك يمين ولا شمال، ولكن الباب اتحرك وفجأة اتحشر تاني. فعايز اقول the door is، الباب يكون closed مغلق ولا stuck، هنعرفها بعد شوية، ولا open ولا مفتوح ولا locked ولا مغلق. وقف الفيديو واختار، يلا بسرعة اختار في التعليقات. yes stuck، يعني الباب يكون مغلق، يعني الباب يكون محشور، لا بيتحرك يمين ولا شمال، اتحشر زي ما انت شايف في الصورة عندك اهوت، لزق كده، لا بيتحرك يمين ولا شمال، يبقى the door is stuck. زي ما خدنا الآن the door is stuck، the door is stuck، الباب ماله stuck، اتحشر. يبقى الباب لما يتحشر لا عارف احركه يمين ولا شمال ويلزق ويعلق كده بيسموه stuck. طب يا استاذ عايز بقى مصطلح كده حلو كده امزمز بيه. لما في واحد يبقى منشد لفتاة عايز يتجوزها، خلاص بقى عايز يتقدم، فهي هتقول لزميلتها بقى تعمل كده he's stuck on me، بالأمريكي he's stuck on me، on me، أو بالبريطاني he's stuck on me، stuck on me ده لزقة، يعني حبيني خلاص، يعني لزق عليا، stuck on me، هو يكون stuck on me، يعني لزق عليا. الله، فعمرك ما هتنسى أبدا. الشيء التاني برضو، لو أنت في زحمة المرور مش عارف تعدي، مش عارف تفلفص، بتقول oh no I was stuck، أنا كنت I was stuck in traffic، I was stuck in traffic، أنا كنت لازق أو مش عارف أفلفص فين بقى؟ traffic في المرور. I was stuck in traffic. الله، عمرك ما هتنسى. stuck on كأنه بيلزق عليك يعني، أو بيلزق عليك يعني بدأ يعجب بيك بقى أو معجب بيك يعني، و stuck in يعني مش عارف يفلفص من المرور. stuck in traffic أو tied up برضو، لواحد لما يكون في المرور مربوط مش عارف يتحرك يمين ولا شمال من السيارات والزحمة، يبقى إيه؟ مراته تكلمه مراته تقول له where are you now؟ يقول له I'm tied up، أنا بقى إيه؟ tied up، أنا بقى مربوط، يعني مش عارف أفلفص من زحمة المواصلات. yes. المشهد اللي بعده كده بقى، هو ماشي خبط في statue، في تمثال. فالتمثال ده هو مميز عن باقي التماثيل في المكان نفسه، فعايز اقول التمثال ده مميز،
هنشوف المشهد وارجع بقى اختار الإجابة الصحيحة. يس. بعد الباب ما اتحشر، الله على البيت بقى. اوه اتس فانتاستيك، روعة، اتس جورجيوس، فظيع. لقى تمثال فعايز يقول التمثال ده يكون حتة لوحدي، قطعة لوحدي، مختلف على الآخرين. The statue is huge، ضخم ولا heavy ولا ثقيل ولا cut above the rest، هنعرفها بعد شوية. ولا كلمة giant، عملاق، وقف الفيديو واختار بسرعة. يلا بقى أنا واحدة فيهم، حاول تخمن في التعليقات، اكتب وانت وحظك. يس، مش giant عملاق، ولكن a cut above the rest، حتى لحالها مختلفة عن الآخرين. وكان هيوقع التمثال الثاني. زي ما شفنا الآن في المشهد، the statue is a cut above the rest. A cut above the rest يعني حتى لحالها، a cut قطعة، above فوق، the rest البقية. وينفع أقول a cut above بس تأكيد بقى the statue is a cut above the rest، أفضل من الباقي. أقول كده rest مش rest، rest. في حاجة تانية بقى، يعني إيه صفات تانية. لو أنا مثلا الجهاز ده مثلا ده كشف، وممكن يكون حرامي مثلا دخل وبينور على الحرامي اللي داخل، إيه ده؟ ده سابق الأوانه. It's ahead of its time. It's ahead of its time. Ahead يعني رأس، of its time رأس سابق الأوانها، يعني شيء مميز. الله، وينفع أقول إيه؟ second to none، التاني بلا أول يعني الأول، يعني شيء روعة. striking، gorgeous، cool يعني تحفة. كل دي معاني شيء روعة. ونكمل المسيرة. yes. just not tomorrow. shoo. Danny, I'll call you back. هنا بقى مستر بين وهو بيتكلم مع أهل بيته، عايز يمشي النحلة غيظة. فجأة التمثال وقع واتكسر، فعايز يقول يا للهول يا إلهي. بيقول Oh my goodness، يا للهول يا إلهي. فعايزين كلمة زي الكلمة دي، بيستعملوها الأجانب برضو. Oh my goodness، يا إلهي. نختار بقى What's wrong with it، ما المشكلة اللي فيه. What's the matter، ماذا أصابه، ما المشكلة برضو. هولي مولي، هنعرفها بعد شوية. أو سيلمي، يا لسخفتي. وقف الفيديو واختار انت وحظك، وقف الآن. يس، هولي مولي يعني يا للهول، يعني يا إله يا للهول. فالآن هياخد التمثال وعايز يصلحه، بس مش عايز حد يشوفه لأن بوظ لهم الدنيا. يس، هيدور على جلو، على صمغ. هنا بقى لما عمل الجريمة والستاتيو وقع، فعايز يقول Oh my goodness، Oh my goodness يعني يا إلهي. في كلمة زيها، هل كلمة يا إلهي معناها What's wrong with it أو What's the matter، ماذا أصابه أو ما المشكلة اللي فيه، ولا Holy moly، Holy moly، ولا اللي بعدها بقى سلمي. سلمي يعني يا سخفتي. لما مثلا أقول لواحدة مثلا وزنك كم وزنك قدي أو عندك كم سنة، تقول لك احترم نفسك يا اخي. تقول سلمي يا سخفتي. انما هنا عايز اقول Oh my goodness. اختار بقى، يبقى زي خدناها من شويه Holy moly. احفظوها بقى الكلمه دي، مش حد يعرفها. يعني عايز الواحد بقى يكون بقى ايه ده، موس لغه، موس. يبقى ايه Holy moly، يبقى لما تتحجب كده وانت بتتكلم Holy moly يعني ايه يا الهي يا للهول. نكمل المسيره. Oh,
هذا لقى صمغ وعايز يثبت رأس التمثال بعيد عن أعين الناس، وعايز يثبت بطريقة permanent يعني دائمة. Is it working؟ هل تعمل؟ Sorry. آسف. فهو الآن هو بيحاول أن he is trying to. هو بيحاول أن إيه بقى لـa broken statue، للتمثال المكسور. عايز أقول يثبت بطريقة دائمة. Fasten دي يثبت بطريقة غير دائمة، ممكن في لحظة تفصل معاه. Fix دي يثبت بطريقة دائمة سواء بمسمار أو بصمغ أو بغيره. Nail يثبت بمسمار فقط. Pin يثبت بدبوس ملابس أو غيره. وقف بقى الفيديو واختار. أنا عايز أقول يثبت بطريقة دائمة. يه. وقف واكتب في التعليقات. Yes fix دي معناه يثبت بطريقة دائمة، أما fasten ممكن في لحظة تفصل منه يعني. الله شيء روعة روعة روعة. Oh no. هنا بقى النحلة بتلف جعانة عايزة تاكل، بتلف حوالي، فجأة شافها. قالها بازوف. كلمة بازوف يعني come here تعالي هنا، go away اذهبي بعيدا، stick around خليكي بالجوار، come and help me تعالي وساعديني. يلا بقى بص على ايده الان، هو بيشوح لها عايز يقول لها اروح بعيد، اذهبي بعيدا، غوري بالمصري. اختار بقى A ولا B ولا C. Yes B go away اذهبي بعيدا، زي ما انت شايف الان مش طايقها. Go away. حصرها. He trapped it. هنا طبعا مستر بين عايز يقول للنحلة بقى buzz off يعني كده غور بعيد عني، go away اذهبي بعيدا. في برضو في امريكا بيقول لك beat it just beat it يعني غور يا اخي، ولما يكون واحد رزل كل شوية ينتقدك فاهم ازاي، تقول يا اخي get off my back يعني غور بعيد عن ظهر يا اخي، ما تنتقدنيش يا اخي، ما تلزقليش كده، غور يا اخي. get off يعني اطلع بره، my back خلف ظهر يعني سيبني بحالي يا اخي. get off my back. الله اللغة. وده كان اخر شيء في درس النهاردة، اتعلمت مصطلحات وشفت مشاهد وحبيت اللغة اكتر، وعمرك ما هتنسى بناء على المشاهد دي، وكل ما تعيد الدرس اكتر من مرة المعلومة تثبت. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تشوف وتقلد، ده التعليم الصح. انما احفظ يا ابني اجيب لك صورة واعمل لك، لا انا عايزك المشهد تشوفه وتقول جمل زيه بناء على المشهد اللي شفته ده، الجمل دي بتكرر في حياتك، فلما اشوف حاجة تهوت هولي مولي يا للهول فاهم ازاي؟ فاهم او ماي جودنس، او خبطت واحد كده بدون قصد سلمي يا سخفتي معلش ما خدتش بقى فاهم ازاي؟ فاذا تستعمل الحاجات دي في حياتك اليوميه، وشير درس الاوسع نطاق، ده التعليم الصح مش تعليم الكتاب عباره عن ورق، لا عايزك تتفاعل وتعيش الجو وتنط مع مستر بين داخل مشهد وتطلع بره المشهد تقوله بين اهلك في مواقف متشابهه، ده التعليم الصح. انما ظاهره الكتاب دي اوشها من حياتك، الكتاب لا بيسمعك ولا بيتكلم معاك ولا بيتفاعل معاك ولا بيوريك مشاهد، كتاب عقيم اتعلمنا 16 سنه تعليم خطا
من كتب. لا احنا عايزين نسافر بالطيارة نشوف المشاهد ونرجع تاني نطبقها مع اهل بيتنا. وما تنساش تعمل لايك وتشير الدرس. ولو انتوا عايزين نزود حاجات زي كده اكتبوا لي في التعليقات. يا سيب عايزين give us more, give us more, ادينا more او more المزيد. تمام. طيب ايه اللي يحصل بقى الان؟ شير درس واعمل لايك لاوسع نطاق عشان تشجعوني اكمل المسيره. الشيء بقى الاخير اقول لك بقى بالبريطاني العادي see you later. اما بلهجه شرق لندن القويه ولندن برضو يقول لك see you later. اما بقى امريكي دلعوا يا دلعوا catch you later, catch you later, yeah later, bye.